خلينا بقى واحنا داخلين على توقف دولي جديد هنكون بنتابع فيه طبعا منتخبنا الاول في تصفيات المؤهله لكاس العالم، ولكن بالنسبه بقى للشكل العام على مستوى المنافسه المحليه، نادي الاهلي متساوي مع بيراميدز في صداره جدول الترتيب برصيد 13 نقطه، في المركز الثالث فيوتشر معاه 12 نقطه، وبعد كده بيجي نادي زد الوافد الجديد ولكن يعني معنويات وبامكانيات كبيره جدا عنده نفس الرصيد، فده شكل المربع الذهبي. نادي الزمالك حامل لقب النسخه قبل الاخيره موجود في المركز العاشر معاه 8 نقاط. اما بقى اخر ثلاث انديه الداخليه معاه 4 نقط في المركز ال 16، بعد كده البنك الاهلي معاه برضو 3 نقط موجود في المركز ال 17، واخيرا المقاولين العرب واللي معاه نقطتين وموجود في المركز ال 18. بالنسبه بقى لاكثر نادي سجل اهداف او الاقوى هجوما هو النادي الاهلي وكمان نادي الزمالك، سجلوا 12 هدف في الماتشات السابقه ليهم، واقوى خط دفاع هو النادي الاهلي وفيوتشر وامبي باربع اهداف فقط في مرماهم. اما اقل نادي سجل اهداف هو نادي الداخليه بثلاث اهداف، والفريق الوحيد حتى الان الذي لم يحقق الفوز هو نادي المقاولين العرب، لعب 6 مواجهات تعادل في 2 وخسر في 4 مواجهات، وهدافين المسابقه حتى الان هو احمد بالحاج مهاجم الجونه وجوما بولولو مهاجم الاتحاد، كل منهم معاه 6 اهداف حتى الان، ثم حسام اشرف من بلديه المحله واحمد قندوسي سيراميكا كيلوباترا ومصطفى زيكو من زاد، كل واحد فيهم سجل حتى الان 5 اهداف. اما فيما يخص المدربين، اعتدنا كل موسم في المسابقه بيكون المدرب الافضل هو بطل الدوري، يعني الموسم اللي فات كان مستر مارسيل كولر طبعا عن جداره وعن استحقاق بيقود النادي الاهلي كان بشكل جيد جدا، الموسم اللي قبله كان مستر فيريرا مدرب نادي الزمالك، واللي قبله كان موسيماني بطل افريقيا مع النادي الاهلي، ومعاه بقى كارتيرون بطل الدوري مع نادي الزمالك، يعني مدربين القطبين كالعاده بيكون ليهم الكلمه العليا في حسم لقب الافضل في الموسم، وده طبعا بطبيعة الحال لأن الفرق اللي بيدربوها بتكون هي الأكثر حظا ويعني عندها الإمكانيات الأكبر لحصد البطولات، ولكن ده ما يخليناش نتغاضى عن أن في مدربين كتيرة جدا بتمرن أندية مش متوفر ليها نفس الإمكانيات المتوفرة للنادي الأهلي ونادي الزمالك، وممكن نقول بيراميدز على المستوى المادي، ولكن نادي الأهلي ونادي الزمالك بنخصهم بالتحديد في الحديث لأن هم وراهم الجمهور، وعامل الجمهور شفناه إزاي بيكون هو الفارق في أوقات كتيرة جدا، واخرهم في مباراة نادي الزمالك وبيراميدز اللي اكيد بيراميدز كان داخل بمعنويات اكبر بسكوات افضل داخل في حالة نفسية عامة افضل ليه، وبالرغم من ده نادي الزمالك قدر ان هو يكون بيتخطاه وبيوصل للمباراه النهائيه لمواجهه النادي الاهلي، كانت يعني الكلمه الحاسمه في هذه المباراه هو الجماهير، يعني الجماهير طبعا هي اللي كانت سبب رئيس ان نادي الزمالك يقدر يصعد للمباراه النهائيه، فعشان كده لما بنقول اهلي وزمالك دايما في المقدمه ده لان عامل الجمهور بيعطي ليهم طول الوقت الافضليه. الموسم الحالي الحقيقه عندنا اكتر من نادي جماهيري موجود، وبرده انديه تانية كاستثمارات وانديه شركات، وبنبقى سعداء جدا ان يكون في مدربين بيسعوا وبيجتهدوا ان هم يكونوا بيصنعوا الفارق مع انديتهم. المعادله ان شاء الله تكون بتتغير ونشوف اكتر من مدرب بيظهر وبيفرض نفسه بشكل مميز جدا من خارج المدرسه التدريبيه الخاصه بالقطبين، واللي معظمها طبعا بتكون يعني لمدربين اجانب، فلو بصينا على جدول الدوري هتلاقي طبعا مستر باتشيكو مع فريق بيراميدز، كمان مدرب مودرن فيوتشر البرتغالي ريكاردو فورموسينو، وكمان مدرب نادي زد الكابتن مجدي عبد العاطي، مدرب الاتحاد السكندري الكابتن طارق العشري طبعا، كابتن علاء عبد العال مع فريق الجونه، والكابتن طارق مصطفى لسه يعني بيسجل حضور طبعا مع نادي البنك الاهلي، ولكن حدث ولا حرج على اللي قدر يحققه في الفتره السابقه وهو موجود يعني في مجال التدريب خارج مصر. كابتن عبد الحميد بسيوني مع طلائع الجيش طبعا مدرب يعني نقدر نقول ان هو من المدربين اللي تالقوا الموسم اللي فات لان طلائع الجيش كان بيعاني بشكل كبير جدا، وقدر ان هو يكون بيجي في وقت صعب وقدر ان هو يحافظ على تواجد فريق طلائع الجيش للموسم الحالي في الدوري الممتاز. ف نجوم كتيرة جدا ممكن نقول عليهم بينجحوا وهم في مرحلة الشباب، كابتن أحمد عبد الرؤوف طبعا مع بلدية المحلة، كابتن تامر مصطفى موجود مع إنبي من الموسم اللي فات، وكلهم الحقيقة من خارج الأهلي والزمالك أو خارج تدريب النادي الأهلي والزمالك، ومع ذلك ليهم بصمة وبصمة مؤثرة في المسابقة المصرية وحتى الآن ماشيين بشكل مميز جدا.